في أخبارنا العربية ودولية، قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت خلال الساعات الماضية 20 مسيرة هجومية على مناطق عدة في شرق وجنوب البلاد. وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت 14 مسيرة في مناطق كيرافهراد وميكولايف وزابروجيا ودنابرو بتروفاسك وخاركيف. وأضافت أن الجيش الروسي أطلق 3 صواريخ باليستية من طراز إسكندر أم من شبه جزيرة القرم. وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد الستية. أهلا ومرحبا بك إياد، ما المعلومات المتاحة من خلال هذه البيانات عن أضرار الاستهدافات؟ نعم أحمد، يعني بشكل يومي تبات هذه الهجمات الروسية بالمسيرات تستهدف مناطق في جنوب أوكرانيا وفي شرقها، وأيضا يعني كانت خلال اليوم الماضي استهدفت محيط العاصمة كييف. في هذه المرة كان الهجوم بعشرين مسيرة كما جاء في بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية، وكانت هذه المسيرات تستهدف مقاطعات في جنوب أوكرانيا، هذه المقاطعات مثل ميكالايف وكيرفهراد وأيضا في مقاطعات أخرى. تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 14 مسيرة من أصل 20. طبعا الاستهداف بالأساس كان في مقاطعتي خاركيف شرقية أوكرانيا وأيضا في مقاطعة ميكالايف. في الإدارة العسكرية في مقاطعة ميكالايف هي ذكرت بأن حطام إحدى هذه المسيرات كان قد سقط على مبنى يعود لإحدى المؤسسات الزراعية في هذه المنطقة ومتجر، مما تسبب باندلاع النيران وأصيب شخص بجروح جراء هذا الهجوم. أيضا في منطقة خاركيف كانت الإدارة العسكرية هناك قد ذكرت بأن حيين في المدينة قد تعرضا لهذا الهجوم بالمسيرات. أحد هذه الأحياء وهو منطقة سلوبيديسكي كانت هناك بعض الأبنية أو المباني السكنية تعرضت لأضرار جراء هذا الهجوم مع اندلاع للنيران في متجر قريب من هذه المباني السكنية. كان قد أعلن عن إصابة شخص بجروح جراء هذا الهجوم. يعني تكاد لا تتوقف هذه الهجمات ما بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية وتحديدا بالمسيرات، نحن نشهدها بشكل يومي بهذه الهجمات على المناطق الأوكرانية. وفضلا عن ذلك هناك أيضا لا تزال المعارك أحمد محتدمة في مختلف المحاور الأوكرانية في الجبهتين الشرقية والجنوبية، كما طلعنا به بيان الأركان العامة الصباحي اليوم. تركز القوات الروسية جهودها من أجل السيطرة على بلدة أفديفكا التي تعتبرها استراتيجية بالنسبة لها، من أجل السيطرة على كامل أراضي مقاطعة دنيتسكا الإدارية. هناك هذه البلدة كانت قد شهدت خلال الساعات الماضية 37 هجمة من القوات الروسية، 16 من هذه الهجمات تركزت في محيط هذه البلدة، وأيضا باقي الهجمات كانت قد تركزت في المناطق الجنوبية منها، نتحدث تحديدا عن منطقتي نيفيلسكي وبيرفامايسك. أيضا المحور الآخر الملتهب ربما هو محور مارينكا. بالأمس كانت القوات الأوكرانية أو خلال الليلة الماضية ذكرت القوات الأوكرانية بأن القوات الروسية هاجمت هذه المنطقة، 16 هجمة كانت قد سجلت في هذه المنطقة تحديدا في منطقة مارينكا أو في محور مارينكا وأيضا في المناطق الجنوبية منها، نتحدث عن بابيدا ونوفا ميخايلوفكا. في هذه المناطق كانت قد شهدت المعارك ما بين القوات الروسية والأوكرانية. أيضا بيان الأركان العامة الأوكرانية كان قد ذكر بأن القوات الروسية خلال الساعات الماضية كانت قد نفذت 99 غارة على مواقع القوات الأوكرانية على طول الخط الفاصل، وهي كانت قد أيضا نفذت 129 هجوما بمختلف أنواع الأسلحة على المواقع الأوكرانية. وفي المقابل الجيش الأوكراني أو سلاح الجو الأوكراني كان قد نفذ ضربات جوية 11 ضربة جوية على مواقع القوات الروسية، واستهدف أيضا منظومتين للدفاع الجوي الروسي خلال الساعات الماضية. هذا فيما تعلق بالشق الميداني أو على الصعيد الميداني في المعارك الجارية في شرقي وجنوب أوكرانيا. هناك أيضا أحمد يعني يوم الغد سوف
تلتئم أو تعقد اجتماع على مستوى قادة الاتحاد الأوروبي للنظر في الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، وربما الأنظار المسؤولين الأوكرانيين تتجه إلى هذه القمة لأهميتها فيما يتعلق بهذه المساعدة التي تقدر بنحو 50 مليار يورو من المفترض أن يقدمها الاتحاد الأوروبي على مدى 4 سنوات لأوكرانيا، خاصة في خضم هذه الحرب أو خضم هذه المعارك، هذه الحرب التي يعني خلال الشهر المقبل ستدخل عامها الثالث. هناك بعض التعقيدات في اتخاذ هذا القرار من جانب المجر، هذه الدولة التي تعارض لغاية الآن تقديم هذه المساعدات وتشترط أن يتم التصويت على تقديم هذه المساعدات بشكل سنوي. طبعا المخاوف والخشية من الجانب الأوكراني من تعطل أو عرقلة هذه أو هذا القرار بتقديم المساعدة العسكرية، وخاصة أن الولايات المتحدة لا تزال هناك أيضا يعني تخوض جدالا فيما يتعلق في أروقة الكونغرس فيما يتعلق بتقديم الدعم الأمريكي والذي يقدر بنحو 60 مليار دولار. نعم أحمد. من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستيتية، شكرا جزيلا لك إياد.